اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بس ما جبت لكم معايا ايه النهارده؟ ايه ده؟ ده وحش مونستر هاي، عروسه جديده شكلها مرعبه جدا جدا جدا، اسمها فرانكشتاين، صالح الاطفال فوق السن 6 سنين، ماركه ماتيل. تعالوا بقى نفتحها ونتفرج عليها من جوه ونشوف يا ترى دي عباره عن ايه الوحشه المرعبه دي. ايه ده؟ بصوا بقى طلعتها لكم، شبه دي جدا، دي وحش نوع تاني، دي برضو مونستر هاي، بس الفرق بقى بينهم هنا في اللبس وفي الشعر، ودي مختلفة شوية عنها. تعالى بقى نطلع العروسة الجديدة دي ونشوف بقى يا ترى ايه معاها، بقى برنيطة وعصاير، يوم بقى ايه سحر غريب. بصوا انتوا شايفين ايديها كده مقطوعة بطريقة مرعبة، وورا بقى هنا دي بتعمل بقى سحر وكده، ومعها ايه بقى عصاير ومعها برنيطة. بصوا محطوط بقى فيها ايديها زي ما انتوا شايفين كده، ايديها مقطوعة، بس البرنيطة بتاعتها طلع بقى منها ايديها والعصاير السحرية بتاعتها. الله دي شكلها مرعب وراه قصه جامده جدا. بصوا اصلا لبسها كمان حلو قوي، معاها كمان ثلاث سلاسل، دي بقى بتعملها برضو في السحر. يا ترى بقى ايه الحاجات اللي السحر اللي بتقعد تعمل تريكس وحاجات زي مقالب كده، يا ترى بقى دي عباره عن ايه؟ ممكن احنا نخليهم كل واحد نفكهم عن بعض، يكون كل واحد لوحده، بس شكلها فعلا مرحب قوي. بصوا فرانكشتاين وشها من قريب، شعرها ابيض بقى وفيها خصل كده لونها ايه اسود، ولابسه بقى تاج كده لونه ابيض، وبصوا بقى حاطه ميك اب بقى كده مرعب جدا زي ما انتوا شايفين، وايه ظهرها كمان طويل. وبصوا اهو الفستان بتاعها بقى لونه كحلي، وعندها كده بصوا في حاجات في عينيها كده غريبه، يعني لونها واحده لونها اخضر واحده لونها ازرق يا مامي، وحتى الوش كده لونه احمر، وكمان في كده نقط فوق عينيها. واو شكلها فعلا مرعب. وبصوا بقى من تحت لابسه كمان كده زي سلسله، بصوا النمش اللي في عينيها مرعب قوي. وبعدين بصوا هنا استثنائيه دبشله كده في وشها، ولابسه عط اوكي، وتحت بقى لابسه فستان كده منفوش، عندها كده عاملاه كده زي اجنحه او بلتات، وهنا بقى بصوا منفوش كده من تحت، الله تحسوا ان هو فستان كده غريب، لونه كله كحلي في احمر في ابيض، شكله كمان انا بصوا مقلم كده، وفي الحزام الاحمر كده على وسطها، مديها شكل جميل قوي. يا ترى العروسه دي بقى عباره عن ايه؟ بصوا تحسوا ان هي بتنوم تنويم مغناطيسي بالفستان بتاعها، عشان هي بقى ساحره وبتقعد تعمل سحر وكده، فالفستان بتاعها غريب جدا ومنفت. واو بصوا بقى الجزمه بتاعتها الرهيبه، دي جزمه بوت، طبعا لونها اسود، وفي هنا زي ارنب برنيتو طالع منها ارنب، الله دي جزمتها شكلها جميل جدا، اول مره اشوف جزمه هي برنيطة وأرنب كده زي الجزمة دي، بس هي طبعا عشان هي ساحرة فالبرنيطة بتاعتها الجزمة بتاعتها عاملة كده، الله دي عجبتني جدا. تعالوا بقى نشوف ايه الحاجات السحر اللي ممكن ان هي تعملها، زي ما انتوا شايفين معاها البرنيطة، وهنا دي ايديها ممكن احنا بقى نفكها ونركب لها ايديها بالعصاية، بعد كده بنحط لها بقى البرنيطة فوق راسها، الله دي فكرتها جامدة جدا. بصوا نحط البرنيطة كده نركبها كده فوق راسها، واو دي فكرة جامدة جدا اهي. بصوا التاج ده، بصوا ممكن تعمل تاج او قرنين او يتعمل ان هو ايه برنيطة اوكي، بتركب بقى كده، بحاول ان انا اركبه بس الاول، مش عارفة اكيد في طريقة ان هما بيركبوا بيها، هي باينة هي مش بتلزق اوي، بس عامة هي بتركب بقى كده معاها الايه العصاية السحرية بتاعتها، ممكن بقى دي تتفك وتطلع منها برنيطة، الله دي نعمل بقى بيها مقالب جامدة قوي. انا عجبتني جدا جدا عروسة فرانكشتاين المرعبة من مونستر هاي، المخيفة قوي دي بالفستان بتاعها الغريب بالبرنيطة بتاعتها بالعصاية السحرية، لا دي كلها غامضة جدا جدا جدا. قولي بقى في الكومنتات ايه رأيكم فيها، والفستان بتاعها والعصاية السحرية بتاعتها والمقالب اللي هي ممكن تعملها كمان بالرينجز اللي كانت معاها، بالعصايه السحريه بالبرنيطه بتاعتها. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، استنى بقى الكومنتات بتاعتكم تقولي لي رايكم فيها، هحاول بس اركبها بالبرنيطه كويس، اهي تقريبا كده ركبت كويس، واو دي شكلها جامده جدا. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فسيح عجبكم، استنى الكومنتات بتاعتكم، قولي لي انتوا تعملوا ايه،
لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. وحشوني يا اصحابي، باي باي.